المتظاهرين وتراجعت جراء عنف اطلاق الحجاره باتجاه الشباب. هناك تقدم لقوات الشبان الفلسطينيين على العمارات الحاليه لتواجد الجيش وقاموا باغراق الجنود بموجه كبيره من الحجاره. كما اشرنا الجيش فشل في عمليه تقدمه والشباب لم يتراجعوا ابدا. الجيش حيث تموضعنا ووجودنا في هذه المنطقة. إذن المواجهات حتى الساعة على مدخل مدينة مخيم قلنجة ومدينة الفرس هناك على الأقل مستمرة ومستمرة منذ أكثر من 3 ساعات ونصف، والشبان لا يفتحون مغادرة المنطقة، بل على العكس من ذلك يتواجدون بشكل كبير وتتزايد الأعداد كلما تقدمنا إلى صلاة العصر. هنا كما تشاهدون الآن تراجع لقوات الجيش والشبان. انت بتنادي كسواني كسواني انا كسواني سكوري سكوري.